فاجأ سكان العاصمة أنجمينا صبيحة هذا اليوم بكل هذا الزخم الهائل من أصوات الطائرات المحلقة على سماء العاصمة استعدادا لعيد الاستقلال بميدان الأمة وسط العاصمة أنجمينا. حيث حلقت مجموعة من طائرات قوات الدفاع التابعة للقوات الجوية، وكان في انتظار الترسانة الجوية الهواة محبي الاستعراض العسكري الجوي من أجل استعراض يليق بمكانتها. انطلقت القوات الجوية التشادية بالقيادة الجوية أجيكوسي بأنجمينا بكامل عتادها ومعداتها المتمثلة في الطائرات العمودية أي ما يعرف بالهليكوبتر، وطائرات التعرف عن قرب، وطائرات السخوية المقاتلة، إضافة إلى طائرات نقل الجنود، حيث جرت فعاليات التحليق والتدريب بإمرة القائد العقيل جزول علي الذي يراقب المجال الجوي بطريقة فنية دقيقة. علما بأن هذا الاستعداد يدخل ضمن احتفالات عيد الاستقلال المنتظر في 11 من أغسطس الجاري، فعيد استقلال مجيد للجميع.